الصناعة تعد إحدى المجالات المهمة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية وتوفر العديد من فرص العمل. علشان كده الدولة بتاخد خطوات كتير وسريعة ومختلفة على الأرض في الملف ده. وفي الإطار ده في توجيهات كتير من الرئيس السيسي، منها توجيه الرئيس بالإسراع من الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء ودراسة إنشاء مجمعات إضافية خاصة في مجال إنتاج مستلزمات الصناعة بهدف امتلاك القدرة ولتوطين تلك الصناعات تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المقام الأول دعما للاقتصاد الوطني. لمزيد من التفاصيل برحب بضيفي عبر سكايب دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. مساء الخير وأهلا بك يا دكتور مصطفى. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بك. قولنا في الأول، إزاي بتشوف توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع من الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء؟ ما هي فوائدها كمان والعوائد اللي ستنتج عنها؟ هو طبعا فخامة الرئيس والحكومة بتحاول تحرص ان يكون في اصلاح للوضع الاقتصادي. طبعا بتتبنى الدولة برنامج اصلاح نعلم جيدا تقريبا من 2014. احد اركان اهم الاصلاح ده اللي ازاي الاقتصاد يتحسن ويكون في اكتفاء ذاتي والاعتماد على القدرات الاقتصادية والثروات داخل الدولة، كان لازم يكون في نهج كبير جدا بان احنا يكون عندنا تخطيط استراتيجي للعديد من يعني زي ما بيسمى كده الصناعات القادرة على التكامل، سواء التكامل الرأسي أو التكامل الأفقي. الدولة تضع العديد من الأنشطة والصناعات لأن هي تكون ذات اكتفاء ذاتي. طبعا ده بيحقق الأمن القومي المصري. دولة والسيد الرئيس بيحرص أن يكون في زي ما بيسمى كده مناطق اقتصادية صناعية زراعية خدمية في كل المحافظات. ده بيحقق الرخاء للمواطن في كلما يعني تحقق الزيادة الإنتاجية. اللي احنا بنشوف معدل التنمية اللي الدولة بتستهدفه علشان تحقق معدل نمو يعني يلبي رغبات المجتمع خلال يعني السنوات القادمة، كان لازم يقوم ببعض من الأركان الاقتصادية، منها طبعا الأنشطة الاقتصادية اللي بنتكلم عنها المناطق الصناعية. المناطق الصناعية دي هتوفر ايه عشان المشاهد بتاعنا يكون على وعي بين اللي بتقوم به الحكومة. أولاً هتوفر العملة الصعبة، لأن إحنا كل ما بيكون في تشغيل بزيادة في الإنتاج هيوفر حركة الاستيراد. ده جانب. الجانب الآخر وده بالنسبة لنا مهم، هيكون قادر على زيادة في حركة التشغيل. وزيادة التشغيل دي هي اليد العاملة اللي إحنا بنمتلك بيها قدراتنا داخل الدولة المصرية. رقم ثلاثة طبعاً زي ما بنسمى كده إعادة المنتج المصري لما كان سابق عهده، زي لو كان في الغزل والنسيج، زي في بعض من المنتجات الزراعية، القطن أو المحاصيل الزراعية المهمة بالنسبة لنا. العمل إن إحنا كمان بننافس العديد من الدول إن إحنا عندنا قدرات اقتصادية كبيرة. الأمر الثالث كمان أو الرابع بالنسبة لي اللي بيهمني، إن إحنا اعتمدنا على قدراتنا ده بيوفر لينا عدم الضغط علينا من الأسواق الخارجية أو من الدول استغلالنا لعدم توافر السلع مثلا الزراعية زي القمح مثلا. فلما احنا بنشكل منظومة متكاملة صناعية زراعية خدمية، ده بيزيد من قدرة الدولة وبيحد من الضغط علينا من العالم الخارجي، وأيضا بيعطي طمأنينة للدولة لأن هي يكون عندها وفر في السلع الاستراتيجية والسلع التموينية وأيضا كمان الصناعات المكملة والصناعات الكبيرة اللي احنا نقدر نجذب عليها حركة استثمار، لأن كلما توفرت البيئة الصالحة للصناعة أو للزراعة أو للخدمات كلما قادرين على ان احنا نخاطب العالم الخارجي في ازاي ندفع الاستثمارات داخل السوق المصري. واعتقد احنا بنشوف كتير من الاستثمارات الاجنبيه بتيجي على حس ان الدوله النهارده بتعمل بيئه صالحه للوضع الاقتصادي، سواء في الطرق او الكباري او المياه او الصرف الصحي او حركه النقل في المواني او ما شابه لذلك. ده تخطيط كبير لدوله بتفكر ان هي النهارده تنافس العالم الخارجي او تكون في مصاف الدول الكبيرة الخارجية. ده يعني أعتقد ده كان النهج اللي بيتكلم بيه سيادة الرئيس. طيب لما الرئيس وجه بإنشاء مجمعات إضافية يعني في مجال إنتاج مستلزمات الصناعة، إزاي يعني ده بيضيف لتوطين الصناعات وأهميته إيه ودوره في توفير العملة الصعبة؟ شوفي حضرتك، ما فيش دولة بتكون بتحاول إن هي تكون في مصاف الدول المتقدمة إلا ما تكون الصناعة بتاعتها قادرة على النهاردة تحقق بعض من متطلبات الصناعة سواء الخارجية أو الداخلية. النهاردة الصناعة دي هي يعني زي ما بيسموها كده اليد العاملة القوية في منافستنا مع العالم الخارجي.
بتحقق قيمة مضافة لحركة التشغيل كمان بالنسبة لنا. ازاي ان احنا النهارده نتحكم في مقدراتنا خلال الانتاجيه الحسنه او بنسميها المنتجات الجيده في توطين الصناعه عن طريق كمان توفير من بعض من المستلزمات.